مرحبا مرحبا يا جماعة. ايش سويتوا صفية؟ سويت عقدي خبل ستلينا. اوه يلا على الخير. تمام شلون اتفقوا؟ انطيت البيت للمقاول حنين. رحت على المحكمة ووقعت هماتين، والمقاول راح ينطينا 8 شقق ريزيدنس بالضبط. شنو؟ 8 شقق؟ ايه الله، تقولي صرت زناقينا صفية. ايه شلون لعد، حسب حكي المقاول قال الشقق راح يكونون اخر موديل، شكلهم راقي. يلا على الخير. لعد حجي نعمان اكيد راح يفرح هسه. ايش قال؟ اصلا ما عرف نعمان بعده، ما عنده خبر. كليه شلون تقررين هيك قرار مهم بدون ما تاخذين رايه؟ ما يصير هيجي. ليش راح انطون 8 شقق لهذا البيت المعفن وانت اللي هسه تقولين نعمان افندي يعرف او لا؟ شنو الفايده اذا يصير عنده خبر او ما يصير عنده خبر؟ ان شاء الله المقاول يكون عند كلمته ويعطيكم الشقق بوقتها وما يمرمركم ويشلع قلبكم. لا عيني، يبين عليه رجال عد كلمته. اني اصلا العالم من اول نظرة اعرف الواحد من عيونه. ان شاء الله. يمه ها شو تقولين، اليوم نحتفل على شرف بيع بيتنا وعالشقق اللي حصلناها؟ ها شو تقولين؟ اي بنتي نحتفل ليش لا، بس انا كلش تعبت من السوق وراسي وجعني، عبالك دايخة. اسم الله عليك امي، خليني اشتري علاجي من الصيدلية حتى يروح وجع راسك. يلا يلا أي. تعالي قلبي امي، تعالي تعالي، يلا امشي. ابني ممكن تنطيني حبوب زيادة الطاقة؟ تدلل، عجبك العلاج اللي اشتريته اخر مرة؟ طبعا لا، شلون انا عبالك رجعت العمر العشرين حتى مرتي حامل. العلاج اللي راح انطيك اياه جديد وزبايننا كلش استفادوا من عنده. مرحبا اخويا عبد القادر. ابني انطيني حب راسي تول بسرعة، راسي حينفجر. بس انطينا شيء قوي. ها انت مشيت جماعة، انا مو مستعجل. شكرا جزيلا. زين تفضلوا عيني هذا العلاج. ايش قد صاروا؟ 500 دينار عيني. يما اني هنا، انت ليش تدفعين؟ ما يصير انا ادفع فلوس علاجي بنتي، اخذ ابني. يما اني مو بنتك، ليش تسوين هيك؟ اخذ انت، اخذ من انا عيني. شنو هالحكي، يلا امشي. ضايع علي بس لا نعمان افندي بعدين يقول عمتي تشتري العلاج من فلوسي. ايش ده تحكين قدام العالم انت؟ يلا مع السلامه. وهذا الحساب مالتي عيني، اخذ.